طيب هنشوف الفيديو ده معانا ونكمل كلامنا بقى شغل. ايوه أرض النعام ورانيا يوسف والتترات ورق ورق بقى الاقي ورق كتير في الموضوع ده. هنا حلو مالك انت وزينه جنب بعض، ايه المشكله؟ ما هو ده ما كانش الاتفاق. طب وايه المشكله لما تبقوا مع بعض؟ لا مشكله، لا انا ما عنديش مشكله نبقى مع بعض بس ابقى عارفه. لكن انا ما يعني انا اول واحده مضيت المسلسل لما كان محمد سامي، لما كان روبي معاكي كان اسمك هيبقى قبل روبي؟ لا روبي كان التالت اسم. كانت رانيا يوسف في ارض النعام بطوله احمد زاهر والنجمه روبي، لكن للاسف هي زينه لو الدراع المنتج. يعني هي عرفت ان احنا قدامنا 20 يوم على رمضان واحنا مزنوقين فيها جدا انها تيجي تصور، فحطت ده قصاد ده، فالمنتج ما لقاش حل غير انه يعمل لها اللي هي عايزاه عشان تيجي تصور. طيب وانت شايفه ان انت نجوميتك اهم من زينه عشان كده كان لازم تبقي الاول؟ طبعا نجوميتي اهم، لان زينه لسه ما عملتش اي حاجه، ما لهاش سي في في الوسط الفني، يعني في العمل الفني كتير. بقى في مشاكل بينكم بسبب موضوع خالص المشاكل مش بيني وبين زينه على فكره. يعني زينه يمكن بقى لها على الساحه الفنيه يمكن 7 8 سنين 10 سنين، انا بقى لي اكتر من 20 سنه. دي نمبر 1. نمبر 2 هي لسه زينه ما عملتش حاجه ليها معلمه، يعني ما عملتش حاجه زي اهل كايرو، ما عملتش حاجه زي الحاره، زي زهايمر، صرخه نمله، واحد صحيح، حاجات علمت 7 وصايا، ما لهاش حاجه ليها هي، ما تقدريش تقولي زينه عملت كذا. في رايك اكتر حاجه كمشاهده بقى معلمه مع زينه ايه؟ يعني بعيدا عن المشاكل الشخصيه انا بتكلم على الفنيات، لا يعني مش شايفه انها لسه عملت حاجه، لسه ما حطتش بصمتها، فاهمه قصدي؟ وبعدين انا المشاكل مش مع زينه، انا كان مشكلتي مع المنتج لان هو اللي التزم معايا في العقد. طبيعي لما نبقى كاتبين حاجه في العقد وافاجئ اول يوم رمضان بحاجه تانية لازم هتحصل مشكله. لان انت ما قلتليش، انت ما خدتش رايي، انت رحت حاطتني قدام الامر الواقع وعملت كده عشان تنقذ المسلسل وعشان تنزل تصور. ممكن تشتغلي معاها تاني؟ فهو جه على حسابي انا، فاهم قصدي؟ ممكن تشتغلي مع زينه تاني مسلسل تاني قريب ولا لا؟ مثلا لو اتعرض عليكم انتوا الاثنين. اشتغل معاها انا ما عنديش مشكله، بس نبقى برضو عارفين اللي اقوله شرط اخره نور، مين هيكتب قبل مين او مين هيكتب ازاي. حلو.